ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك يعني التكبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها حتى كده. عادي تبقى فولا ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوة الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل بسبتني، انت مفيش حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعثرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصب. نظام باشا في انتظار سعادتك. ميرسي يا شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك. حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده. وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى. عباس شريكي يا ابن سيادتك. اخباره ايه؟ تمام ده حتى هنا من الصبح. ياه اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجنيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا. وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي متكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي ده. ثلاثه بالله العظيم هرجع. من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه يا ابو حسين بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احل. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟
احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لينا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك، غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي، دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت، ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم، اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ كل حاجه طلعت يا ثروت، انت انحرم، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. بابا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد، على فين يا باشا؟ ايه على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلحدار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. طيب ما فيش الفلوس في البورصة، هو على الحل حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. أول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمة؟ افتكرني أمه. طب بس بس بس، عطية أبو سريع. مين عطية أبو سريع؟ عطية أبو سريع بتاع الأدوات الصحية. أهو ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشمي بس حبيت جسم نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfaddal. كل يوم يعدي علي أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل، كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقية عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجع هنا تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مورجا هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان، اوكي؟
ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه، والراجل من جانتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كل ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه، على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي، شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمد مال.